بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بزوار موقع الرياضيات لكم مستويات، خاصة تلاميذ ثالث إعدادي، في تصحيح التمرين حول المعادلات. إذن هذا التمرين رقم 1. السؤال المطروح هو حل المعادلات التالية. نحل هذه المعادلات، وقلنا ملي كيقول لي حل المعادلات يعني خصنا نلقى إكس شحال كيساوي، صحيح، اللي كيحقق هاد المتساوية. إذن نبدأ بالمعادلة الأولى، 1. إذن المعادلة هي 2x - 4 تساوي 0. اش كتعني هاد المعادلة؟ يعني الخطوة الأولى غادي نزيد 4 هنا ونزيد 4 هنا، أولا هاد ناقص 4 نهزها ونديها من هنا، شنو غتولي؟ غتولي زائد 4، يعني تولي لنا 2x تساوي 4. هاد العملية هادي هي أننا باش كنمروا من لهنا كنزيدوا 4 هنا، كتمشي ناقص 4 مع زائد 4 تولي 0، تبقى 2x على اليسار، وهنا 0 زائد 4 هي 4، صافي. دونك راني شرحتها في الدرس. يعني في المرحلة الموالية نضرب في 1 على 2، مقلوب ديال 2 نضرب في 1 على 2. إلا ضربت هنا في 1 على 2 تبقى هي إكس، علاش؟ لأن 2 في 1 على 2 هي 1، 1 إكس هي إكس، 4 في 1 على 2 هي 4 على 2. وكما كنقولوا حنا كنقسم هذا على هذا، لأن في الدرس شنو قلنا؟ قلنا إلا كان عندي أإكس يساوي بي، راه كتعني إكس يساوي بي على أ، ولكن أ خص يكون يخالف صفر، مخصوش يكون صفر، صحيح؟ إذن طبقنا هاد الشيء هذا، و 4 على 2 هي 2. إذن إما كنقولوا إذن حل المعادلة هو 2، ولا كنديروا إذن أس، كنديروا 2 بين هاد جوج ديال الرموز، واضح؟ إذن إما كنقولوا إذن حل المعادلة هو 2، ولا كنديروا بحال هكا، الأمور بساطة. الحالة الثانية، إذن ناقص 3 إكس زائد 6 تساوي 0. يعني إذن الخطوة الأولى نحيدوا هاد العدد اللي ما عندوش إكس، المجاهيل في جيه والعدد في جيه، لأنها من الدرجة الأولى. دائما ما كتكون عندي معادلة من الدرجة الأولى كندير المجاهيل في جيه والعدد في جيه. إذن هذا عدد معلوم، إذن غادي نجيبهم هاد الجيه. كيفاش كنجيبهم من هاد الجيه؟ كنزيد المقابل ديالو، غادي نزيد ناقص 6 هنا وهنا. إلا زدت هنا ناقص 6 لأن عندي زائد 6، قبيلة كان عندي ناقص 4 زدت زائد 4، دابا عندي زائد 6 غادي نزيد ناقص 6، غتولي هنا 0، ولا كما كنقولوا هاد 6 تجي من هنا تولي ناقص 6، يعني تولي بحال هكا ناقص 3 إكس تساوي هاد زائد 6 يولي من هنا ناقص 6. إذا الأمور واضحة. علاش وقعت هاد العملية هادي؟ لأنني زدت هنا ناقص 6 عطاتني 0 مع هادي، وهنا 0 زائد ناقص 6 هي ناقص 6، وناقص 3 إكس بقات في بلاصتها. ولا كما كتقولوا كتخلي المجاهيل في جهه والعدد في جهه، والعدد ملي كتبدلوا البلاصه كتبدلوا الاشاره، مزيان باش تفهموا مزيان، صحيح. هنا غنضرب في ناقص 1 على 3، باش تمشي ناقص 3 خصني نضرب ناقص 1 على 3، تمشي ناقص مع ناقص 3 مع 3 تبقى اكس، يعني غتبقى لنا اكس تساوي، ولا نطبقوا هاد الخاصيه اللي قريناها في الدرس، اكس هو ناقص 6 على ناقص 3، ونختزلوا الناقص مع الناقص، و6 على 3 هي 2. إذن نفس الشيء، إذن الأس أو حل المعادلة هو 2، ودائما إلا بغيت نتأكد كنعوض إكس ب 2 ونشوف واش نلقى صفر. ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 زائد 6 صفر، صحيح، صحيح. إذن الحالة الثالثة، إكس زائد 1، هادو معادلات بسيطة، وفي التمارين 2 و 3 إلى غير ذلك كنبقاو نزيدو أنواع أخرى ديال المعادلات حتى نوليو نفهمو كلشي. يعني إذن هذه معادلة من الدرجة الأولى، ملي كيكون عندي أس إكس ما كانش أس جوج ولا أس ثلاثة كتكون الدرجة الأولى. في هذه الحالة كندير المجاهيل في جهة والأعداد في جهة. إذن إكس بوحدو هو اللي مجهول، يبقى بوحدو، وندير تساوي، الزوج تبقى في بلاصتها، راه على اليمين تاع تساوي تبقى في بلاصتها، هاد زائد واحد يولي من هنا ناقص 1، يعني إكس تساوي 2 ناقص 1 هي 1. إذن حل المعادلة هو أو الأس هو فقط 1، ولا بغيت نعوض غنلقى 1 زائد 1 2، يعني صحيح. الحالة رقم 4، إذن 5 إكس ناقص 1 تساوي إكس زائد 3. إذن بكل بساطة غنديرو مجاهيل في جهة والعدد في جهة، لماذا؟ لأن ما عنديش أس 2، عندي غير إكس، كندير مجاهيل في جهة والعدد في جهة. إذن 5 إكس تبقى في بلاصتها، هاد إكس راه زائد إكس تولي من هنا ناقص إكس تساوي، نخليها في الوسط هنا، زائد 3 على اليمين بقات في بلاصتها تبقى زائد 3 اللي هي 3،
هاد ناقص واحد يولي من هنا يولي زائد واحد. اي حاجه بدلت لها البلاصه كتغير لها الاشاره. انت 5 اكس بقات في بلاصتها ما تغيرتلاش الاشاره. ناقص واحد تبدلت له بلاصه ولا زائد واحد كان على اليسار ولا على اليمين تاع تساوي. الاكس كانت على اليمين ولات على اليسار ولات ناقص اكس. متفقين؟ 3 كانت على اليمين بقات على اليمين يعني بقات في بلاصتها بقات زائد 3 زائد 3 يعني 5 اكس ناقص اكس هي 4 اكس. 3 زائد 1 هي 4 يعني اكس 4 على 4. نطبقوا هذه الخاصيه 4 على 4 و 4 على 4 هي 1 ونديروا اذن حل المعادله هو 1 ولا نديروا اس يساوي صحيح. الحاله رقم 5 اذا عندنا زوج تساوي 3 اكس زائد 4 يعني كذلك هذه معادله من الدرجه الاولى المجاهيل جي والعدد جي. نقدر مثلا نخلي 3 اكس هنا ونجيب 4 من هنا. نقدر نجيب 3 اكس من هنا ونخلي ونرد الزوج من هنا. احنا كما ولفنا نديروا المجاهيل على اليسار نخدموا هكا باش ما ندوخوش راسنا. اذا ها 3 اكس كانت على اليمين تاعته تساوي غتولي على اليسار يعني تولي ناقص 3 اكس تساوي 4. كانت على اليمين بقات على اليمين. ها الزوج كانت على اليسار نرجعوها اليمين تولي ناقص 2 يعني ناقص 3 اكس تساوي 4 ناقص 2 هي 2 يعني اكس تبقوا الخاصيه هي 2 على ناقص 3 او لا هي ناقص لان ناقص اذا كانت لتحت عندي الحق نطلعها في الوسط ولا الفوق على 3. اذا اس هي ناقص 2 على 3. نعطيكم طريقه اخرى باش الى بغينا نخليو 3 اكس بلاصتها لان على اليسار ما عنديش مجهول. هانت تولي 2 تساوي 3 اكس زائد 4. نخلي 3 اكس هنا يعني هاد 4 نردها من هنا تولي ناقص 4 يعني تولي 2 زائد 4 تولي من هنا ناقص 4 و 3 اكس بقى في بلاصتها كانت على اليمين بقات على اليمين صحيح. يعني 2 ناقص 4 هي ناقص 2 تساوي 3 اكس. هي نفس الشيء غير مقلوبه وصافي. 3 اكس تساوي ناقص 2 ولا ناقص 2 تساوي 3 اكس يعني اكس كتساوي ناقص 2 على 3. وهذا هو الحل اللي لقينا قبيله. وغنديروا اس صحيح. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين هذا ونتلاقاو في التمرين الثاني اللي مختلف على التمرين الاول. والله يوفق. لا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب ثم تسجيل في القناه لتتوصل بالجديد من هنا ثم ارسال الفيديو الى اصدقائك عن طريق ازرار الموقع الاجتماعي الموجوده هنا. الى اللقاء.